أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشهيد البحريني يعتبر مناسبة وطنية تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين أدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وبخارجه واستشهدوا ليسطروا بدمائهم الطاهرة تاريخ الوطن وحماية لأمنه ومقدراته. قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: ننظر بكل فخر واعتزاز لقرار جلالة الملك المفدى حفظه الله بجعل يوم 17 من ديسمبر والذي يصادف ذكرى تولي جلالته لمقاليد الحكم ليكون يوما للشهيد البحريني، فقد كانت لفتة كريمة من جلالته تدل على المكانة العالية التي يحتلها الشهداء في ضمير ووجدان جلالته لما قدمه هؤلاء الأبرار من تضحيات نصرة للحق وحفاظا على الأمن والاستقرار. تابع سموه: نستذكر بطولات أبناء البحرين وشهدائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والدفاع عنه بإقدام وشجاعة وقدموا أرواحهم في سبيله، وأن تضحيات شهداء الوطن الأبرار بأرواحهم الغالية ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء البحرين، وستظل مملكة البحرين وفية لدماء الشهداء ولتضحياتهم. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: لقد كتب أبناء البحرين بدمائهم الزكية ملحمة حقيقية في تاريخ الأمة من أجل الوقوف إلى جانب الحق ونصرة المظلوم، وضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية دفاعا عن الأمة لتظل راية البحرين خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم واجباتهم داخل الوطن وخارجه مثمنين الدور الكبير الذي قامت به عوائل الشهداء وبصبرهم. ونقول لهم: نحن فخورون بشهدائنا وبطولاتهم ونحتسبهم عند الله شهداء وفي منازل الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.